رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولو حنك دحجرنا كتاب كي شمائلك باب ما جاء وباب إلى باب وحي كيمت أيو باب ويهي في عشق رسول الله رسولك ألا عشق صلى الله عليه وسلم سوء النولان جري يسيد أوحوني جري إيقابك أي نولشي سوء قصة الله سنيت حديث كي سدح بقول كنتن يسدحات. حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال وحو لا سمعت أن نعمان بن بشير أيان مغلي يقول أساقو أرانا يا ألستم سومتهين في طعام وشراب عنتذئي عبيتان كما شئتم وحد دونتان كوكهلا ساء الله لصاد دونتان يا وحد دونتان كوكهلا راشنك سومتهين. لقد رأيت نبيكم أنيغان نبي جيني أيان أركي نبيكم نبي جيني نبيكم نبيكم أيان أركي صلى الله عليه وسلم وما يجد أسغن هلين من الدقل تمرت تيذ الليذته ما يملأ بطنه وعو علوشي سكبوحيه حتى هدي تمر جيد أهو في عن أي أهان لهيد وحبي أهان لهيد تمرت مدي ذا ردق أه ودخل وحلو لجي ذا ومد اللي ذا تيهو سيسا توحو علوشي سكبوحيه وحو علوشي سكبوحيه مؤوسن هلي جيرين إذن كان ساواي راشن كينا إي طعام كينا. حديث كي سدح بقول كنتن إي أفراد حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة بن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة قالت وحي تري كنا وحانو أهين آل محمد محمد آل كي سهدي أن هيبي تري عائشة نمكثك ونغاذا شهرا بالبان نجوغ جرني بالأيان نجان جرني بيتر ما نستوقد ما نستوقد بنار آنا دبشد إلى المرك الراشل لكارنا يا دبك لشداء لكن هدام بوح لكريني رمضان كمال انتي سبارك قرية دب ملغا مشدو سببتو محيطة وحلا ما كريو لكن بالبان أنوغو نغانيني أيضا رمضان هين أن دب لشدينين إن هو ما أهين أحان عنينه إلا التمر والماء تمر إيبيا ما أهني تمر إيبيانا إن دب لوشيدا أو لو كريو وما باهنا. إذن عيشك نبيغا إيل كيسا ساسو أها حديث كيسا ديح بقول شنية كنتونات. حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل ابن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال وحويري شكونا إلى رسول الله رسولك الله أشتكونون أشيغني الجوع باهي إني قاجن هيسو أي النبي أشيغني ويري ورفعنا قربان أقابني عن بطوننا على ليالكين مرضي يقركي صارنا أي قر أقابني وعلى لهيني بانتصني عن حجر حجر بقح بقح كحيران باهي قفك مرك أي كبضتو بقح انت أي سوق هذا بعلوش كؤت كينجرين بقح إيوحا إسكوت لقى هيا مركة إذا قفك استاقمية وحوغا تبر ير أيو ميشو كيالنا. فرفع الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مكرب إساق قاضي عن بطنه علوشي سوحي صارنا حجرين عن بطنه علوشي سحقيذ حجرين باكو حرنا علوشي سلبت أجحان أيا كحرني. حديث لكن ضعيف. قال أبو عيسى وحو هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه
لمنق منق آنو إلا من هذا الوجه ما هني. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال وعو يري كان أحد متكود وحو أها يشد متكو أتكي وكحرا في بطنه علوشيس الحجر رح من الجهد والضعف لبك إيا التبردر هذا درتيد الذي يعني به الجوع باهي دراديد باهي دراديد بي علوش رح مركا وكحرين حديث كي سدح بقول كنت يلي حد حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان ابن أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج النبي نبي قابحي صلى الله عليه وسلم في ساعة وقت أيوبحي أم الساعة لا يخرج فيها أوس بحجر حل حل لبحى ايسان اهين ايو بحي رسولك صلى الله عليه وسلم ولا يلقاه فيها احد احد نؤسن لكل مين لا يلقاه اوسن لكل مين فيها ساعدا اي وقتك احذيذا احد عدنا قف نؤسن لكل مين ضد صوب بحبا ايسان مركاجر فاتاه وحاوي من نبي ابو بكر ابو بكر باوي مرك رسولك فقال وحير النبي ما جاء بك محاك كيني واتمد حلقان يا أبا بكر أبي بكر فقال وحير خرجت وحنصوب ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله إنان لكلمه وأنظر أنفيريه في وجهه وجهيس والتسليم عليه إنان سلامه أبو بكر لفتك سباهي وصبح سي لكوك قري النبي باهبة لفتيجي سسوى صارتي سيد أحاديثيها قيب كاملة الماميان لكن ورغيو وحو لها إنا النبي محمد لكلمه حالدي سيئي وجيجي سوحو كسو غيهينا أنصو في ريون إيغو إيا والتسليم عليه إنا النبي قدوشي سسلامه فلم يلبث مدبدعين كمدبدعين أن جاء إنو يمد عمر فقال عمر وحير ما جاء بك يا عمر عمر محاكو كيني أذيغانا قال الجوع يا رسول الله موسى قرن العمر قاجب قاجا إسو صارتي بوضه يعني باهي قريقا وح أن عنه أيان كسو يا رسول الله رسولك إلهي فقال الرسول الله رسولك الوحير صلى الله عليه وسلم وأنا أنبنا قد وجدت وان هلي بعض ذلك كاقبكي قاركي قاجدا آتل ماميسان ايان انيقون هلي انقصوا بحي فانطلقوا ويتقين الى منزل ابي الهيثم بن تيهان سحابي لقوم قعابه الانساري اورير انصار ابي الهيثم بن تيهان اورير انصار قريسا اي مركع تقين وكان أبو الهيثم وحوها رجلا من كثير النخل تمرت أي بضنتهي من تمر فرب بضن له أيوها إيو الشاء ريو أريق بضن نولها ولم يكن أمصغنين له أساق خدمون شقالي وحق وزارأه أغا شقايا قولغن أغا أذيغا مؤسن هيسن أبو الهيثمي فقالوا وحي كرهن لامرأتي معنى قريقي بيكوايين أو مغنى لامرأته ناكتيسا وحي كرهن أنحاس كيسا أين صاحبك أو صاحبك ننكا قاوي بلور جيدة أين صاحبك أين صاحبك ده فقالت وحي تر انطلق ووتغي يستعذب الماء أسغو بيا نور راذنايا بيان معان او ان عبنه و بيان عافيه يوم الصحة يوم موي الصحة يو حيابا اللي رهدو بيان نوع عاس اساقو نور راذينا يئنان عبنه تاسو مركا او بحي فلم يلبثو ما ايسان هبسامن با او مدداهينو ماشي وحبنكو من نغانين ان جاء انو يمد ابو الهيثمي بابا يمد با وحو لا يمد بقربة قربة بو لا يمد سبرار والبيك جرى أيو ليمد كاسو يزعبها أولا لعليعايو أولا لعليعايي معنى عليسك إيو ثقيل كدرتي بيها أدو عسلا أوذي بقربة يزعبها
ula gedgedoomayo la kufkufahayo ula licliicayo fawadacaha bihi buu iska dhigay uma jaa wuu yimid oo rasuulku u yimid oo abulhaythami yaltazimu nabiy asagoo nebiga laazimay uu isku dhejiyey macnaha yaltazimu nabiya asagoo nebiga isku dhejinaaya saas u qabsaday wayafdiihi uu ku furanayo biabiihi iwa ummihi aabihii hooyadii hooyaday iyo aabbahii baan kugu furtaa asagoo dhahaya uma inطalaqa wuu la tegay bihim ayaga waa nebiga iyo abuubakar iyo cumare ilaa xadiiqatihi beertiisii xaggeeda ayuu markaa u kaxeeyey dhanka beertiisii ayuu u kaxeeyey oo wuu la tegay meeshaasuu markaa u waday waaye uma inطalaqa bihim ilaa xadiiqatihi fabasada wuxuu u fidiyey ama uu u goglay lahum ayaga bisaatan gogol buu markaa u fidiyey uma inطalaqa wuu tegey abulhaytham ibnu tayhaan ilaa nakhlatin dhankii beerta timirta ayuu aaday fajaa'a wuxuu la yimid biqinwin rucub buu la yimid ama gacan fawadacahu markaasuu u dhigay markaa rucubka waa gacan dhan oo timirta laantii dhan buu soo gooyay macnaha busr iyo rutab iyo timir kale noocnooca ayaa markaa ku dhegan timirtii ma uusan kasoo fufujinin oo ma kasoo qaadqaadine iidii ay ku dheganayd rucab oo rucubkii iyo gacantii oo dhan yuu soo rujiyey markaasuu usoo dhigay faqaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afalaa tanaqayta min rutabihi maxaad usoo goyn weysay rutabkiisa timirta saaran keliya maxaad noogu soo goyn weysay oo gacantoo dhan maxaad usoo goysay faqaala abu haythami wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow innii anigu aradtu waxaan doonay an takhtaaruu inaad doorataan aw takhayaruu an takhtaaruu inaad kala doorataan aw takhayaruu ama aad ka doorataan min rutabihi iwa busrihi waa noocyada timirta marna hadday bislaatay muxoogaa way adag tahay mar waa carajow oo qajac qajac bay leedahay macaan iyo wax isku jiro kale leedahay noocyay kale leedahay anagu timir timir laynota malagala yaqaano ceerin hadduu cuno rudab hadduu cuno timir hadduu cuno balx hadduu cuno kulli waa noola timir laakiin way u kala baxbaxsan tahay carabta iyo dadka markaa lamidka ah inaad idinka kala doorataan oo kii idin anfaca aad markaa ka goosataan fa akaluu way cuneen washaribuu waxay wax ka cabeen min dalika almaai biyaha xaggiisa biyaha uu abulhaythami keenay xaggiisa waxbay ka cabeen timirtiina way cuneen faqaala annabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haadaa kan waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee min annaciimi waa naciimadii alladii kaasoo tusaa'aluuna canhu laydinka su'aalaya xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo nimcada layska su'aalaya layska weydiinaya maalinta aakhire ilaahay uu yidhi uma latus'alunna yowmaidin can innaciim waa tana buu yidhi dhillun har baaridun qabow wa rutabun timir tayibun fiican wamaa-un biyo baaridun qabow intii waad isku darsateen fanطalaqa wuu tegay abulhaythami muxuu u baxay liyasnaca lahum si uu ugu soo hagaajiyo uu ugu sameeyo martidan طacaaman raashin iyo waxay cunaan rasuulku wuu dareemay riwaayada qaar baa waxay dhahe midi buu la cararay faqaala annabiyu nebigu wuxuu yidhi sala alayh wasalam laa tadbaxanna ha gowracin oo ha nooqalin lanaa annaga daata darin midda dararaysa midda caanooleyda ah ee caanaha irmaan hanoo gowracin buu dhahay nebiga fadabaxa lahum wuxuu usoo gowracay canaaqan waxar aw jadyan ama orgey ilaa orgeya ma daro oo ma dararo caana ma keeno macnaha canaaq waa waxar yari labadaa mid kamida ayuu usoo gowracay fa ataahum biha waana ula yimid oo wuu u keenay fa akaluu way cuneen faqaala annabiyu nebigu wuxuu yidhi halaka khaadim adeega ma qabtaa ma leeda hallaka mu kuu sugan yahay khaadimun khaadim qaala wuxuu dhahay abulhaythami laa maya ilan beertin asaa ka shaqeyna bihi asagaa raadina kan asagaa qabanaya khaadim ma haysto
qaala wuxuu dhahay nebiga faidaa ataana haddii na loo keenay noo yimaadeen sabiyun qafaal fa'tina noo imow, haddii wax lasoo qafaalo oo na loo keeno noo imow buu yidhi. Fa utiya nabiy, nebiga waxaa loo keenay sala allahu calayhi wasalam oo loola yimid biraseyni laba madax, laysa macahumaa aan la jirin thaalithun ku saddexaad, laba addoon baa loo keenay oo qafaal ah. Fa ataahu wuu u yimid abulhaytham, faqaala nabiy, nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ikhtar dooro minhumaa labadaa mid ka mid ah dooro, labadan baana loo keeno mid saddexaad aan la soconine mid ka baxso. Faqaala wuxuu yidhi abulhaythami, yaa nabiy allaahi, nebigii ilaahayow, ikhtar lii adi ii door buu yidhi, ina wuxuu nebigu dooro barakaa ku jirtee. Faqaala nabiyu, nebigu wuxuu dhahay markaa sala allahu calayhi wasalam, ina almustashaara, kala la tashto, midka mustashaarka ah ee la tashto, ninka mustashaarka ah ee lala tashada buu dhahay nebiga, amiinun waa la aaminay, ama mu'tamanun dheh kula aaminay waaye, khud haada kan qaada buu dhahay nebiga. Rasuulku mid buu u dooray marka, khud haada kan qaado, fa innii anigu ra'aytu waxaan arkay, yusalli asagoo tukanaya, allahu akbar, salaad buu nebigu ku doortay, asagoo tukanaya ayaan arkaye midkan qaada buu yidhi. Wastawsi bihi, una dardaaran macruufan, wanaagna u dardaaran. Fantalaqa, wuu lasoo tegay abulhaythami, oo wuxuu ula yimid adoonkii lasoo siiyey shaqaalihii, ilaa imra'atihi, xaaskiisa. Fa akhbarahaa, wuxuu u sheegay biqowli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, nebiga ilaahay qowlkiisii ahaa, wastawsi bihi macruufan, kiibuu xaaska u sheegay. Faqaalad, waxay tiri gabar caqli badan bay ahayd, faqaalad waxay ku tiri imra'atuhu naagtiisa, maa anta adi matid abulhaythamiyo bibaaliqin mid gaaray maa qaala fiihi nabiyu, wuxuu nebigu ku yiri hadalka nebiga ku yiri kama dhabaynin ilaa an tactiqahu, inaad xorayso maahane, inaad xorayso ood xor ka dhigta maahane, si kale ma ku gaarin inaad samayso dardaarankii nebiga. Qaala abulhaythami, wuxuu yidhi fahuwa catiiqun, catiiq kullu xoreeya, wuu xoreysan yahay. Faqaala nabiyu, nebigu wuxuu yidhi sala alayhi wasalam, ina allaha ilaahay, lam yabcath, ma soo bixinin nabiyan nebi, walaa khaliifatan, in qof khaliif ah, qof la madaxeeyo khaliif noqday, ilaa walahu, wuxuu leeyahay uu ilaahay u sameeyey, bitaanataani, laba saaxiib sireed, laba wasiiro, bitaanatun, bitaanana ta'muruhu, amraysa bilmacruufi, watanhaahu, ka reebaysa cani lmunkari, wa bitaanatun, iyo saaxiib kale laa ta'luuhu, aanan ka uga gaabinaynin khabaalan, fasaad falka, khabaal iyo fasaad. Waman yuuqa, qofkii la ilaaliyo, bitaanata suu'i, saaxiib sireed xun, faqad wuqiya, waa la ilaaliyey, waa la dhowray ninka noocaasa. Xadiiskii 307, xadathnaa cumar bn ismaaciil bin mujaahid bin saciid, xadathanii abi can bayaan, xadathanii qays bin xaazim, qaala wuxuu dhahay samictu sacad ibna abi waqaas, ayaan maqlay yaquul asagoo dhahaya, innii anigu la awalu rajulin, ninkii u horeeyey ayaan ahay, ahraaqa qubay, daadiyey daman dhiig, fii sabiilillaahi, ilaahay jidkiisa ama ilaahay darti, wa innii anigu la awalu rajulin, ninkii ugu horreeyey baan ahay, ramaa ganay oo tuuray, bisahmin gamuun, fii sabiilillaahi, ilaahay darti ama jidka ilaahay. Laqad ra'aytunnii, waxaan is arkay, aqzuu, anigoo duulahaya, fi lcisaabati, jameeco oo min asxaabi muxammadin, nebi muxammed asxaabtiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam, maa na'kulu, aanan cunin, ilaa waraqa shajar, geedaha caleemahooda maahane, walxublata, iyo geedka xublaha la yiraahdo. Xublaha geedka markaa lagu magacaabo quracana qaar baa yidhaahda caleemahooda, saasar markaa ahay, waa shajar yushbihu, waa geed ayaa la yidhaahdaa qodaxyo leh. Waa dhici karta inuu geed nooc kale noqdo, laakiin waa geed qodaxyo lahoo sida qa oo kale ah, caleemahoodaan cunaynay, xataa taqaraxat, ilaa ay dhaawacmeen, ashdaaquna, daamankeena, ashdaaqa waa meesha canka gudaha ah, iyo afka, meelaha horhore iyo meelaha annagoo
كدواعني أيانس أرقني دواعني أو دواع كدواعني وإن أحدنا متكنا لا يضع أودجينا هيو أودجيو سحرانا هيو كما تضع الشاط سيرد أو دجي سوكله يوال بعير أورك دجاج دواسي ده بونك عمل سما وكوكو سنيهي صوت محيطة ما لها الخلط دهنان ملها فيتامين ملها راشين متقنا بروتين ملها وح هجاجية ملها انت صوت محيطة يليان سيد حولها يعلان تعنايين سادرت بي سيد حولها ادقينايين اما اسحرونايين يبعيرك واصبحت وحي اهاتي بنو اسدين غير بنو اسدنا يعزرونني في الدين كو ايغو عيبايا دينك كو ايغو عيبايا ايي نوقدين دينك واكو خدي سعد قصه وحان كوسو مرني احاديثه قولدي كوفه دغنيت مر الله لا مركي عمر ومدخده اوغا دغي وي كسو اشتكودين سوما مخي كو شيغين عم اسكدا واخ كلي انو سن صلاه وناجينين انو سن عاداتكو غرسورين أرم بدن أو نوع سوى حلقي عمر عمر وكزو عزيلي مركا إلا مركي دم قصد وي ديري دي داد لو ديري لسوى باري داد كوردن خير أي كشيغان إلا حل مستيد ما هاني ورقان بنو أسد ننكا مذ آه وكبنا شي استيغي ورنهاي قيبنا نمسيه وانا فولي صلاة دانا منو وناجيه وحياه فربضاً أو نعاسة قصص سؤال جيدة وأصبحت بنو أسد يعزرونني إني مانتا يقع عبايان في الدين دينك لقد خبت وان روغي إذن وقتها وخسرت وان خساري سيد أي شيغيان هدان أهون صلاة حمايو أن عدلتكم مامولين وأن متقانا دنه دوح وقبنين وهوغي وان خساري وظل عملي عمل كيغن أولومي عمل كافي عن إيه أن أهي قفك أهري ألا درتي بيك الضاضية قفك أهري ألا درتي قمون أطورة هادان إبكا أن قصو مرني هادان قدال كحماضة عمل كيجينا وطلومي حديث كي سدح بقول كنتن إي سديات حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عمرو بن عيسى أبو النعام العدري قال سمعت خالد بن عمر بن مغلي إي وشويسا أبو رقاد وايه قال لبرضه وحيد هين بعث عمر بادري بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث ودري عمر بن الخطاب عتيبة بن غزوان عتبة بن غزوان لقوم هذه لا أرض العيدة وقول أقول لك عجمتا ماش وقصة سكيسة فأقبلوا ويقابلين فأقبلوا ويوجهين ده ويقابلين حتى إذا كانوا مركي أهذين بالمربدي مربد ما لقوا مجابه وجدوا وحي هلين هذا المكان مكان كأسقع هذا المكان قلت بها قيب كمذا وحاكو قرن هذا كذان كذان بميشة كهلين معناه وعطاك حان ووين أي ميشة مركا كأركين رخوة وعبعط فقالوا حدا ما هذه تاني محيطة هاي هذه البصرة بصرة ويا ليري ولا عربتك والحجران ماش أش الشيش على الربع فصاروا ويسعدين حتى إذا بلغوا إلا إيجارين حيال جسر الصغير بندق صغير أهوير حيال كذا ملك طالو فقالوا حد ما ها هنا ماشان أيا أمرتم لذين أمري فنزلوا ماشا سيدجين فذكروا الحديث حديث كيف الشيغين بطوله الصغر دير قال وحويري وانتي كربين قال عدبة بن غزوان وحوردهي لقد رأيتني وحان اسأركي واني أن لصابع سبعة تضبكي تضبايا مع الرسول الله نبي معيقي سنة أن لصعنا صلى الله عليه وسلم تضوق فضبان تضبكو أحا ما لنا طعام عنتنا آنن هي سنين إلا ورق الشجر جيدها علينتو ذا ماهاني حتى انتي تقرحت اي طاوعمين اشداقنا دامن كينا ناشا عنك لي راه ذا او قدها افكي ساعة طاوعي اي قارين فالتقطوان هلي بردة تنقو ايان جدك كهلي فقسمتها وحنك لقوصني قئي بيني اي وبين سعد ابن ابي وقاص سعد ابن وقاص يانيقا ياك لجيحاني
فما منا نغمت ماهن من اولئك السبعه تضبدينا هو احد قف كمت ماها الا هدو كمد يحي تضبدي دبكا مرتي وهو امير ما انت وهو جاميه امير مصر مقالوه جامينيا ومن الامصار مقالوين كمد وستجربون الامراء بعدنا وصل جربي دونا ما دحنا قدام بيسا وستجربون الامراء بعدنا حديث كي سدح بقول كنتن يا سقالا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا روح بن اسلم ابو حاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول لقد اخفت ولي ابسي قليب ولهي وحالي يقول ابسي قليب في الله إلهي درتي وما يخاف أحد سي أنقفنا له عبس قلينين ولا هندذي ولا عبس قليي ولا قول قولي ولقد أوذيت والي لبيب الله نبيك في الله ألا درتي وما يوذى أحد سي أنقفنا له دبن ولقد أطت علي وحاكركي صومرتي 30 صدّ مالم من بين يوم وليل هبين يمال بين كوذاء مالي ولبلال أني إي بلالنا أنا نهيسنين طعام عنتو يأكله أو عنو ذو كبد قف بير أصاحب قف مال وح عنتو أنو قنكرا أنا نعنين إلا شيء وح يرو يواريه أو كأستري إبطو بلال بلال كالكشيس أنت يرقو بلال كالكش أنو قرين أي ما هاني وح كلا أنا نعنين بوضحي نبي صلى الله عليه وسلم أرنتا سامركا سامرتي أرنتا أيا مركا نصومرتي أو حالك ساسها سدح بقول إلى حذرات حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قداد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه لم يجتمع ومكل من عنده اكتسك ومكل من غداء ولا عشاء أما قذها أهاته أما عشها أهاته من خبز ولحم موفئ سقار موفئ سقار إنه اسكوها لي نبيه ولا بدو كوكل من اكتيسا ولي ما دعين فادو هلو سقارك يا غويناي سقارك هدي له هلو مو فدي با غوينيسا كوما كل من مركا الا على ظفف مرتي اني جوقت ما هاني ظفف قال عبد الله وحير قال بعضهم هو كثره الايدي وقعم فر بدن وادي مرتي تيمادو حديث كي سدح بقول لحدن اي كوبات حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جند عن نوفل بن اياس الهذلي قال وحو يركان عبد الرحمن بن عوف وحو اها لنا مد نوغا سغن جليسا فدي فدي ما نوغا سكنا حقيسه ونلفريسن جري نينك لاغو مغعابو عبد الرحمن بن عوف وكان نعم الجليس من لفد استكن اوف عن بونا اها نعم الجليس جليس با نعم الله وانه اصغوا انقلوا ونلقدومي بنا انغا ذات يوم مالين سونو لفدي ماني بو نكخيهي حتى اذا دخلنا الا انقلنا بيته غريغيسا ودخل و قال فاقتسل وسوق بيستي ثم خرج وصبحي واتينا وحنولي من بصحفه صحن فيها وكدخجرو خبز ولحم مفئي هلب فلما مركي وضع عطلة بغي بكى عبد الرحمن وووي فقلت له حنكو إريا أبا محمد ما يبكيك معك أويناي فقال وحو يري هلك وحا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من أدرقين هو أسقئي وأهل بيته أهل بيت كيساء من قبس شعير شعير هاد موفلق سميهي وموفض مدة أقول ذاته ما أسنك نرجن فلا أرانا أم لين مايو أخرنا إن لو دب دقي لما شيء هو أصدق خير لنا خير أنا جنوعه وحيابها إن لو دب دقي وح خير إن يهين أم ليناي دد ونون أكسن أخير لحدان ما هي حل جسنا الأفسن لها موفضنا عنينا هرب كان عنينا صغار كانن وجنا وحان او دنبا ميشا يالا سادرت دب دقة عمرينا اللي دب دقة قضانا لو دقي واركي مايو فما ارى اخرنا لما هو خير لنا شيء خير ما اهنا لو ما دب دقينه شربا قدا جرتا وان يا درتيت
ساسي أهيت نرشي عشي نبيك. باب ما جاء في سن في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أركض أنا دأذي ساء ما شاء إنه جوكتو وبالله توفيق والله أعلم.